بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية في فقرة الحوار سنرى بعض العبارات المستعملة عند التعارف ثم عند توديعنا لشخصين. إذا مثلا جاك بونسوار ماري، ماري تي تابيل كومو؟ جاك مو جو مابيل جاك. ماري آه وي كو دو نوف جاك؟ جاك با غران شوز. او ريفوار ادوما ماري. ماري à la prochaine Jacques, à la prochaine Jacques. Et donc comme Mara, Jacques, bonsoir Marie. Ma sœur on s'est Marie. Marie, oh tu t'appelles comment? Ah, ente tu s'amma kif. Oh tu t'appelles comment? Ah, ente tu s'amma kif. Al maqsoud ente kif tu s'amma. Bimana akhar ma ismuka. Jacques, moi je m'appelle Jacques. Moi je m'appelle Jacques. انا اسمى جاك. هنا عندنا لو فيرب ابلي، عندنا لو فيرب نادى. جو مابيل انا انادى بما معناه بطبيعه الحال انا اسمي. موا جو مابيل جاك. ماري اه وي كوا دو نوف جاك؟ كوا دو نوف جاك؟ ماذا من جديد يا جاك؟ كوا دو نوف؟ كوا دو نوف؟ بطبيعه الحال نوف تتعني تسعه وتتعني جديد بالنسبة للمذكر. بالنسبة للمؤنث في حالة جديدة نقول نوف. طبعا الحل اللي عندنا هنا نوف يعني جديد، كأننا نتكلم عن شيء جديد. إذا ما الجديد بمعنى آخر؟ آه وي كوا دو نوف جاك؟ كوا دو نوف جاك؟ جاك با غون شوز، با غون شوز. المقصود إل نيا با غون شوز، ليس هناك شيء كبير. المقصود ليس هناك شيء كبير. إذن با غون شوز. طبعا الحال شوز يعني شيء، غون شوز يعني شيء كبير. با غون شوز هذه اختصار لعبارة إل نيا با غون شوز، ليس هناك شيء كبير. با غون شوز. ألوغ أو ريفوار أدوما ماري. إذن إلى اللقاء، إلى الغد ماري. Alors, au revoir. Au revoir. Le verbe voir, yani ra'a. Revoir, yani annaka tara marratan thaniya kama sharahna fi ghayr ma marra. Yani an al fi'l wa ahyan al ism indama nudif amama wad'a wa nudhakkir bi anna hadha al fi'l aw anna hadha al amr sayaqa lil marra al mawaliya. Au revoir. Kama la yaquluna ila nadra thaniya. حيت نقولوا حنا غنعاودو نتشوفو، نعاودو نتشوفو، هذيك نعاودو هي دغو هنا. إذن أو غوفواغ إلى اللقاء بمعنى آخر. أدومه إلى الغد. دومه إلى الغد. أدومه إلى الغد. أدومه ماري إلى الغد يا ماري. ماري ألا بروشان، ألا بروشان. المقصود هنا ألا بروشان فوا، إلى المرة القادمة مثلا. ماري ألا بروشان جاك. À la prochaine Jacques. هنا مختصر لعبارة مثلا à la prochaine fois. À la prochaine fois. إلى المرة القادمة. هنا بحال احتفظنا فقط بديك لادجيكتيف، بحال احتفظنا فقط بالوصف. كما نقول هنا إلى القادمة بدون ذكر مثلا à la prochaine fois. طبيعة الحال une fois هي كلمة مؤنثة، إذا سنقول عنها la prochaine fois. À la prochaine. ممكن أننا نقول مثلا à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. إلى الأسبوع القادم. إذا نقول la semaine. هنا نتكلم عن la semaine كلمة مؤنثة. إذا سنقول à la semaine prochaine. إلى الأسبوع القادم. طبعا الحال في المذكر نقول prochain. في حالة المذكر نقول prochain. نقول مثلا au mois prochain. Au mois prochain. إلى الشهر القادم. Au mois prochain. إلى الشهر القادم. طبعا عندما نتكلم مثلا عن à la semaine prochaine أو مثلا au mois prochain، إذا نتكلم عن استعمال هذه الكلمة كأدجيكتيف عندما تأتي مع بعض الكلمات سواء مؤنثة أو مذكرة. أما الذي عندنا هنا à la prochaine كما نقول إلى القادمة. ممكن تكون à la semaine prochaine. À la prochaine fois. إلى المرة القادمة. إذن تبقى هكذا.
à la prochaine. إذن كما نقول هنا نلتقي مستقبلا. إذن à la prochaine Jacques. À la prochaine Jacques. كما نقول نلتقي مستقبلا Jacques. في وضعية أخرى مثلا أوليفيي إليك. إذا نتكلم عن سيدة هنا اسمها أوليفيي إليك، ثم شخص يسمى ليك. إذا أوليفيي سالي، ليك بونجور بونجور. أوليفيي تي تابيل كومو تي تابيل كومو. إذا ممكن أننا نقول كومو تي تابيل أو بيان تي تابيل كومو أو بيان تي تابيل كومو. أنت تسمى كيف؟ ليك ليك إتوا أوليفيي جو سوي أوليفيي. أنا أوليفيي جو سوي أوليفيي. أنا أوليفيي. إذا طبعا الحال بعد الكلام بعد ما يكون هناك حوار، إذا في النهاية أوي ألوغ أبيانت أوليفيي أوي ألوغ أبيانت أوليفيي. إذا نعم إذا إلى اللقاء أوليفيي. نعم إذا إلى اللقاء أوليفيي. أوي ألوغ أبيانت أوليفيي. كلمة بيانتو تعني قريبا، dans un proche futur يعني في مستقبل قريب. dans un proche futur في مستقبل قريب يعني في واحد الوقت قريب ماجي، في وقت لاحق قريب. إذن dans un proche futur مثلا نقول nous reviendrons bientôt يعني أننا سنعود في وقت قريب. nous reviendrons bientôt نحن سنعود في وقت قريب. الذي عندنا هنا أبيانتو، هذه صيغة تقال هكذا إلى اللقاء إلى اللقاء، المقصود إلى لقاء قريب. أبيانتو أبيانتو. إذن ليك وي ألوغ أبيانتو أوليفيي أوليفيي سالي ليك أوليفيي سالي ليك. إذن كأن تقول تحية في آخر اللقاء. إذن عموما عند أول لقاء بطبيعة الحال نستعمل سالي سالي يعني تحية. ممكن أننا نستعمل كلمة بونجور يوم سعيد، ممكن أننا نستعمل بونجور بونجور يوم سعيد، ثم بونسوار مساء سعيد. هاد العبارة غالبا تستعمل بعد السابعة مساء، بعد السابعة مساء ممكن أننا نقول بونسوار مساء سعيد. بونسواري أمسية سعيدة. بونسواري بون نوي بون نوي ليل سعيد. طبعا الحال عندنا هنا ليلة سعيدة بون نوي. في إطار الأسئلة المتبادلة ممكن أننا نقول كو دو نوف كو دو نوف، ما الجديد؟ إذن في الجواب مثلا يكون با غران شوز با غران شوز، ليس شيئا كبيرا. كما نقول لم تتحقق أشياء كبيرة. إذن pas grand chose هذه عبارة مختصرة لعبارة أخرى اللي هي il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose. إذن عموما ممكن أننا نقول مثلا je m'appelle Nicolas أو bien je m'appelle Mustafa، أو نقول je suis Mustafa، أو نقول moi c'est Mustafa moi c'est Mustafa. طبعا هناك عدة عبارات ممكن أن الإنسان يستعملها من أجل تقديم نفسه. من بخيمو مثلا مونو دو فامي، أي ثم يذكر الإنسان الإسم العائلي مثلا. أما ذكر الشخص لجنسيته فيقول مثلا جو سوي فرانسي، بالنسبة للسيدة تقول جو سوي فرانسيز مثلا، أو بيان جو سوي دو ناسيوناليتي فرانسيز، أنا من جنسية فرنسية، أو بيان جو سوي دو ناسيوناليتي ماروكان، أو بيان جو سوي دوريجين ألجيريان، أنا من أصل جزائري مثلا. جو سوي دوريجين ألجيريان، أنا من أصل جزائري. فيما يخص السن يقول الشخص مثلا جي كارونتون، أنا عندي 40 سنة، أو يقول مثلا جو سوي آجي دو كارونتون، جو سوي آجي دو كارونتون. أنا كما نقول بسن 40 سنة، أو يقول مثلا جو سوي ني أون 2005، أنا ازددت في 2005. جو سوي ني أون 2005 يعني أنا ازددت في 2005.
أو يقول مثلا ما دات دو نيسونس سي لو 14 مارس 1987 سي لو 14 مارس 1987 ما دات دو نيسونس سي لو 14 مارس 1987 ما دات دو نيسونس سي لو 14 مارس 1987 تاريخ ازديادي هو 14 مارس 1987 concernant ma profession فيما يخص مهنتي ممكن انني اقول je suis employé يعني انا مستخدم او bien je travaille chez moi انا اعمل عندي المقصود انني اعمل في منزلي je suis informaticien انا معلوماتي je suis fonctionnaire يعني انا موظف je travaille dans le secteur bancaire انا اعمل في القطاع البنكي Je travaille dans le secteur bancaire. أنا أعمل في القطاع البنكي. Je suis au chômage. كمان نقول أنا في البطالة المقصود أنني لا أعمل. Ou bien je cherche un travail. يعني أنا باحث عن العمل. Au revoir. À bientôt. إلى اللقاء قريبا. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.